طيب هتعملي لنا ايه بقى؟ يعني احنا كده اكلنا. شوف اسم ما شاء الله. هنحلي بقى بكنافه نوعها ايه في رمضان ما يكونش فيها يعني قابليه لاي حد ياكلها ان هو يزيد. تمام. النهارده هنعمل كنافه عثمانيه. كنافه عثمانيه دي اصلها الاصل التركي. طبعا مشهورين بها جدا يعني. يا سلام. انا حاولت هنا الزيت من السمنه لزيت. وخدت اللون الصحي عشان هي الستاندر بتاعها الاساس اللون الاحمر. وعملت الارضيه حضرتك زي ما انت شايف كده اهو. تمام. باخد الجزء اللي تحت مش هتاخد وقت كتير. طبعا تبقى شهيه جدا واللون بتاعها لا لونها حلو. هتشوفها. لا ده الاحمر كمان اللون اكتر من كده. الاحمر في الفرن. انا كمان بيعمل كونتراست مع الجبنه بقى. انا عندي السكر فروت. سكر فاكهه. ده ايه سكر فروت؟ سكر الفاكهه اللي هو الفركتوز. معلقه السكر عاديه فيها 40 كالوري. سكر الفاكهه 16 كالوري. ياه. التلت تقريبا. بقى فين بقى السكر فاكهه برضو؟ يعني انا اروح اقول له عايز سكر فاكهه. بس هو اكيد الشيف ادري برضو جايب سكر فاكهه قابل انه استعمله في الحراره. مش كل السكر يدخل النار. مش كل السكر يتحط على النار. يعني انا اقول له هناك ايه عايز؟ سكر فروت. سكر اللي هو الفركتوز دايت او اللايت. وده ممكن يحلي بيه الشاي؟ لا ممكن يحلي بيه. ممكن. بس برضو انا عايز اقول حاجه. كل السكر حتى سكر الفاكهه لو هو البراون الاصلي اللي هو غير مكرر. ما هو برضه السكر بيتعمل بعسل اسود. واكيد طبعا مش فلوس عادي. بيتعمل بعسل. هو نفس السكر بني ده. نفس السعرات الحراريه الموجوده في السكر. طب العسل الاسود اخباره ايه في بالنسبه لل العسل الاسود والعسل الابيض؟ ممتازين بس السعرات زي السكر واكتر شويه. بس هو احنا بنتكلم كقيمه غذائيه طبعا هو احسن. تمام نكمل بقى. يبقى ده سكر ما بيدخنش. لا خالص. فانا حاولت. لا مش ما بيدخنش. هو في سعرات يعني ما بيدخنش سكر الرجيم. وده طبعا عليه تساؤلات. عليه تساؤلات. سكر الرجيم ده ايه؟ انواع كتير بقى من الاسبرتام والحاجات دي. في مشكله. في مشاكل فيه طبعا. يعني وحتى ايفن سكر الفاكهه كتره بيتخزن في المعده. بيعمل كرش وبيعمل بطريقه فظيعه. بيخزن دهون في المعده. عشان كده البلد كلها كروش. يعني دي مشكله. فعلشان كده تقنين الكميه هو افضل حاجه. ناكل كل حاجه بس الكميه قليله. انها مشاره اللي عندنا للاسف كعرب. السكر ثقافه. انا عملت السكر هنا بس بجيب بقى الكنافه منين بقى؟ لان انا بصراحه بقى باجي في رمضان ساعات بجيبها بعد الفصل. بعد الفصل. دلوقتي قوم عند مين؟ على طول كده. قول لي بس المنطقه وانا هروح اسال. يعني انت قول لي شاوري على المنطقه. قول لي ولا اجيب لك. طب ايه قول لي ايه يعني تعرف منين الكنافه الحلوه؟ يعني لما يروح حضرتك شايف شايف الكنافه ايه؟ الشعر. ايوه. احنا عندنا عيب في مصر. عيب خطير جدا. الكنافه البرمه. يعني من ساعه ما جيت من السعوديه مش لاقي كنافه برمه كويسه بصراحه يعني. لكن الكنافه الشعر لا كويسه. لكن الكنافه الطرح اللي هي البرمه لا احنا ضعاف فيها شويه. طب دي انا اعرف انها كويسه ازاي؟ شايف الشعر. مفرفطه طبعا الاول. الاول حضرتك كنا بنعمل كنافه البلدي. كانت العجين الخيط بتاعها تقيل. هنا شايف حضرتك السمك قد ايه؟ مفيش. صحيح. شايف مفيش خالص. زاد ان هي شعر فرفته كده. بيقولوا اسمها ايه؟ دكتور انا هبعت لك اكله حلوه قوي بالكنافه بس مالحه. مالحه؟ هبعت لك كنافه مالحه بالجمبري. فظيعه دي. ممتازه دي. فظيعه. عملتها في مصر ممتازه دي بره. بس يا جماعه دي بره الحلقه. دي بره الحلقه. لا فعلا كنافه بالجمبري ممتازه. انا اللي اخترعتها والحمد لله. كنافه بالجمبري بقت حلوه. دي زي تشاينيز الحاجات تشاينيز. فرايد. خدنا تشيلي صوص بقى. طالما كنافه يا جماعه انا بطلب نقلي برامج خلاص. انا خلاص حضرتك في رمضان ان شاء الله محلنا عرب. حاضر. لازم يبقى معانا خلاص. طب الاول سؤال بقى استجاب الدكتور عمرو معانا هنا. طبعا بشكرك. اول اللي انت عملت الموضوع ده ما حصلش وجديد بجد. انت جبت الشفات لاول مره وانا سعيد ان انا الظروف خدمتني. انتوا بتسعدوا ملايين المصريين. لا والله يا دكتور صحيح. يعني انا الظروف خدمتني. نتشرف بيكم. انا لسه جاي موجود والظروف خدمتني نبقى موجود مع حضرتك. طبعا ده شيء سعيد. الله يخليك. ايه رايك في حلقه عرب؟ جميل والله. جميل. يعني بص برنامج جميل ورائع وليه جماهير. مش هقول للناس كلها. بقول شهاده كبيره يعني كل واحد من حضراتكم. يعني شهاده كبيره. يعني ليه ميزه في القناه جايبه. وعايز اقول لكم النهارده ان برامج الطبخ بقت بتحتل صداره المراكز الاولى في البحوث التسويق. شهاده كبيره دكتور محاضرتك. اعلى برامج المشاهده. فانا بحييكم يعني. ربنا يخليك يا دكتور. شهاده اعتز بيها والله. الطبخ الطبخ سيطر على السياسه بكتير. وعد لا بحضرتك هتغير خلاص. خلاص انا جاهز. واحنا جاهزين. انت كده خلصت خلاص. اول ديسك ده انا بعمل كده. ده الاهم اللي جاي. هتحط ايه بقى ايه عشان نروح له هناك؟ حالا اهو جبنه. ادي الجزء بتاع الجبنه المهم. دي جبنه لايت كريمي. دي ما بتدخنش دي خالص. دي سعراتها اقل بكتير من الجبنه الدسمه.
احنا لو ما ده اللي احنا كنا بنقوله لو قللنا في سعرات كل حاجه بنحطها في جبنه ثانيه كنا بنحطها برضو في الكنافه اللي عكاوي. ايوه وعكاوي ركوتا والعكاوي وفي حاجه بقى يا دكتور انا باخد الريكوتا مع الموتزاريلا دي هايله بتبقى هايله. طب انا هقول لهم على فكره لو جابوا اللبن دفوه وحطوا عليه خل وبعد كده يستنوا عليه شويه وبعد كده هيصفوه بشاشه هيطلع احلى جبنه تحط هنا بدون ملح. هاي. لبن مباشر. الشوام بيعملوا كده. هاي. حضرتك انا بضغط جدا هنا ده مهم قوي عشان الديسك الاولاني عشان هنا الجبنه شايف حضرتك اهي الكاميرا بتبقى فوق اهي شايف حضرتك هنا باخد الجبنه وببدا احشي ده الحشو حركه كلها وتقول لي رايك اوزع الجبنه بتاعتي يا سلام والله حاجه تفتح النفس ايوه طريقه مبسطه جدا متعه اه والله الاكل ده متعه اللي يحب شغله في كل اللي يحب شغله في كل حاجه في كل مناسباتنا شيف ادري الاكل الاكل في الفرح اكل في الميتم اكل كان دايما المدير عام في الكوره اكل المدير عام كان يقول لي لذه الجست اللي بيجي لك متعته في الاكل يعني اتعلمت منه في السعوديه يقول لي الجست اللي بيجي ده مهم اللي يخش الفندق عندك يلاقي الاكل يستمتع الاكل يستمتع بيه فعلا لا في رمضان في السعوديه كمان موضوع الكافيهات المفتوحه كتيره تقعدي بقى تخشي قفلت هنا حضرتك قفلت كده خلاص كده خلاص الديسك الاخير تمام شوف محمد هيعمل لنا ايه هما بقى انت فطار وبعدين كده حلو سحور ان شاء الله سحور منى هتعملي ايه انا هعمل حاجه للفطار وحاجه للسحور طيب شايف حضرتك يا دكتور انا بدات انت هتصحانا يعني اكيد طيب على بركه الله بقفل هنا خالص انا عندي جزء من الزيت اللي هو متبقي مع اللون الصحي تمام باخد جزء بسيط جدا ده ايه ده ده الزيت الزيت اللي كان هو اللي انا عملته الاول حضرتك هتشوفها بعد الفرن ان شاء الله والتسويه هتشوف شكلها عامل ازاي وهي اتحجز لحضرتك انا نفسي اشوفها بعد لا اتحجزت خلاص موجوده جاهزه يا بيه ده احنا هنا يا بيه مش هنطلع من هنا يا بيه شوف قاعد ابص عليك لا انا هوريها لحضرتك حالا دي هتخش الفرن في واحده جاهزه كمال اهو بص عمال يبص كلهم قاعدين يعني اللي يشوفهم في حلقات موضوع انا هوريها لحضرتك الاكل كله قاعد مركز هوريها لحضرتك قبل التسويه يا دكتور انا عارف اللي فيها ده هتخش الفرن تمام انا هوريها لك بقى لما استوي خلاص احنا هنروح هناك بقى تمام طيب بقول لك هاتها معاك وانت جاي